البيتزا ترانش ما يتعديش رمضان وما نعملوهاش بحجم عائلي بنين بنين على الاخر كروستيانت وطرية والبنة عالمية كيف العادة والعويد المقادير الكل تحت الفيديو ولهنا العجينة باش نلمها بلا كريم توب شيف تديلي سنعجنها مليح مليح ونخليها تتخمر في عقلها وأمين طون نحضر الصوص والخضرة متاعي اللي باش نحطها ونزين بها البيتزا بعد ما حضرت بسم الله ما شاء الله جات منفجة وتعمل 66 كيف نحلها في البلاتو والبلاتو ماذا بيكم تدهنوه من قبل بالزيت وإلا تحطوا فيه بابي كويسون ننقبها بالفرشيتة ونسخن الفور من قبل على 170 درجة نخليها 5 دقائق وبعدين نخرجها ونحط جبن وكيف كيف 5 دقائق تك تك الطيب وتك تك البنة تجيكم حاضرة وبعدين نعمل رشة تون والخضرة متاعي وهكا تكون البيتزا متاعنا حضرت نودكم منشاهيكم صحة وفرحة للناس الكل.